منتصف هذه الليلة سيبدأ سريان الهدنة المعلنة والمتفق عليها في مشاورات السويد. جدل واختلافات حول المفاهيم والضمانات واحتجاجات يرسلها الطرفان، وفوق ذلك يبرز السؤال: ما هي الضمانات لانسحاب الحوثيين؟ وهل تحمل الساعات القادمة مفتاح الخلاص لليمنيين؟ أهلا بكم. يتطلع اليمنيون إلى ما ستسفر عنه الساعات القادمة من استجابة فعلية لوقف إطلاق النار في الحديدة وميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطات تطبيق وقف النار. هل يتجاوز المبعوث الأمم المؤشرات السلبية ويتجاوز باتفاقه هذا ألغام الأرض وألغام العراقيل التي تتراكم أمامه؟ يتفق الجميع أن الاتفاق يؤدي في خلاصته إلى تجنيب الحديدة مخاطر المواجهة العسكرية، فيما يرى الأكثر أملاً أن هذه الخطوة قد تكون فاتحة لسلام شامل يعم البلاد. إلا أن الساعات الماضية شهدت مدينة الحديدة ما يمكن وصفه اشتباكات ومواجهات اللحظة الأخيرة. لا تزال شكوك حول النوايا بانتظار ما ستفصح عنه الساعات القادمة من أحداث مبشرة أو مخيبة للآمال. الحديدة سيتم تسليمها وفقا للقرار الدولي. ساعات قليلة تفصل سكان مدينة الحديدة عن بدء سريان وقف إطلاق النار منتصف الليلة الثلاثاء 17 ديسمبر. يترقب اليمنيون والعالم نجاح هذا الحدث الذي يقضي بوقف إطلاق النار يعقبه انسحاب الميليشيا من الميناء على أن يتم إدارته من قبل سلطات هيئة موانئ البحر الأحمر. حاول الطرف الانقلابي أن يخرجه بطريقة تريح أتباعه بأن لا يبدو الأمر كأنه انسحاب وخروج نهائي من المدينة وترك الموانئ. الاتفاق يتحدث عن تقريبا 24 يوم خلالها في الأربع الأيام الأولى تنسحب كل الميليشيات الحوثية وكل المشرفين من 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 الميليشيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. ورغم الجدل الذي أثير حول آلية الإخلاء هذه وتوقيتها وطبيعة القوات الأمنية وتفاهمات كثيرة تظل محمل تأويلات مختلفة من كلا الطرفين، إلا أن الأمر لا يخلو من حالة ترقب لما قد ستسفر عنه الساعات القادمة. المبعوث الأممي كان قد دعا الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الطرفين إلى احترام التزاماتهما بمقتضى نص اتفاق ستوكهولم. خالد اليماني رئيس الوفد التفاوضي عن جانب الشرعية كان قد أبدى تحفظات حول إفادة المبعوث الأممي أمام مجلس الأمن الذي وجه نقدا للشرعية وقفز على العديد من التفاهمات متجاهلا تجاوزات وفد الحوثيين الذي رفض الورقة الاقتصادية ومبادرة فتح مطار صنعاء، غير أن تكهنات كثيرة تشير إلى ضعف نجاح هذه المحاولة نتيجة ما عرف عن ميليشيات الحوثي بإخلالها الدائم بالاتفاقات والمعاهدات. لكن ذلك لم يقطع الآمال كليا، إذ تقول منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة تعلم أن ذلك قد يشكل نقطة تحول في اليمن ويمكن أن يكون الخطوة الأولى في الطريق إلى السلام. وما يأمله اليمنيون كثيراً هو أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لإنهاء 4 أعوام من الحرب. في الساعات الماضية كان شرق مدينة الحديدة قد شهد معارك ضارية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وسادت في أوساط السكان حالة من الرعب. منظمة أطباء بلا حدود أبدت مخاوفها حيال استمرار القتال في مدينة الحديدة، وقالت إن فرقها تواصل على الأرض علاج المصابين من العيارات النارية والقصف والغارات الجوية. اشتباكات ومواجهات اللحظة الأخيرة حملت معها مخاوف كثيرة قد تعيد الأمور إلى مربع الصفر. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة ستكون معنا الأستاذة رنا غانم عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، وسينضم معها آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة رنا. مساء الخير، أهلا بك. بداية الحديث أستاذة رنا، نود أن تبسطي لنا وللسادة المشاهدين أيضا مضمون ما تم الاتفاق عليه حول الحديدة.
مضمون ما تم الاتفاق عليه حول الحديدة أن الأمم المتحدة ستكون لها دور إشرافي قيادي داخل الميناء. ستشكل لجنة من الحكومة الشرعية ومن المتمردين الحوثيين مع بقيادة الأمم المتحدة، يتم إجراء وقف إطلاق النار في هذه الليلة، بعدها يتم انسحاب لقوات الجيش الوطني، يعني سينسحبوا إلى مناطق معينة، بالمقابل سينسحب المتمردين إلى مناطق معينة أخرى، ستمر بحيث أنه يسمح للمساعدات الإنسانية بالمرور، سيتم الإشراف الكامل على ما يدخل إلى الميناء، ستولى السلطة المحلية الدور الإشراف على يعني دورها في الحديدة. سيتم أيضا توريد السلطة المحلية التي كانت في 2014، هذا طبعا السلطة ما في 2014 ستورد دخل الميناء بالكامل إلى فرع البنك المركزي في الحديدة، ليتم بالتالي دفع مرتبات الموظفين سواء في الحديدة أو في يعني أو في كامل البلاد. هذا باختصار شديد، هذا فحوى. نعم، لكن يعني كل طرف عاد منتصرا كما يقال. الحوثيين يجدون أنهم لن ينسحبوا، على العكس من ستنسحب هي قوات الشرعية والتحالف في المناطق التي نعلم تماما أنها في الفترة الأخيرة استطاعت أن تدخل في عمق كبير جدا، ويقولون بأن سيتم الإشراف من قبل السلطة المحلية على اعتبار أن السلطة المحلية بأيديهم. الحكومة تجد أنها لأول مرة حققت منجز بقبول الحوثيين بانسحاب من منطقة ما. هذه الإشكالية يعني ربما لم تتوضح بالنسبة للمتابعين لأنها ظلت غامضة في طرحها في النقاط. خليني أكون صريحة معك أن الاتفاق هناك تفاصيل، نحن حتى في وفد الحكومة الشرعية أردنا أن تكون هذه التفاصيل موجود في الاتفاق، ولكن هو كان في اليوم الأخير حصل يعني شد وجذب حول الاتفاق، وبحديثنا نحن كوفد للحكومة الشرعية مع مكتب المبعوث تمت تطمينات كبيرة حول هذا الجانب، ونحن لأن الأمم المتحدة هي المشرفة على هذا الاتفاق، والأمم المتحدة يعني وضعت وبشكل صريح ومباشر أنها تعتمد على المرجعيات الأساسية والمعروفة، ولا داعي لتكرارها، أعتقد لأن الناس حفظوها حفظهم لأسمائهم. المرجعيات الأساسية هي مرجعيات الحوار، فعندما تتكلم عن سلطة هي تعني سلطة الدولة، وعندما يعني كان شيء يعني هذا من البديهي. عندما تتكلم عن الحكومة هي تتحدث عن الحكومة الشرعية، فبالتالي تعودنا من الحوثيين أن يحاولوا المراوغة ودائما الالتفاف على كل الاتفاقيات والعهود، وتعودنا أيضا يعني حتى الآن 75 اتفاقية تم توقيعها مع الحوثيين لم ينفذ منها شيء، يعني ماذا نتوقع من ميليشيا متمردة خارجة عن القانون، خارجة غير معترف بها دوليا، ماذا نتوقع أن تقول في مثل هكذا يعني مشاورات أو في مثل هكذا اتفاق؟ نعم، إذن يعني المبعوث الأممي أعلن وقف إطلاق النار في الحديدة سيبدأ منذ منتصف هذه الليلة، هل تتوقعي أن يتم تنفيذ هذا القرار؟ نحن كانت من الأشياء التي دعتنا أن نقبل هذا القرار بأن نجعل الأمم المتحدة في محك مع الميليشيات الحوثية، في محك مباشر. إلى أي مدى ستستطيع الأمم المتحدة أن تفرض على الحوثيين يعني التسليم أو الوقف إطلاق النار؟ هذا ما سنشاهده في الأيام القادمة. يعني من الصعب، يعني بيدي رسالة
نعم، بيدي رسالة وزير الخارجية للمبعوث الخاص الأمين العام، وبالتأكيد اطلعت عليها. دعينا نقف فقط قليلا عليها. يعني هو يعني هاب بالأمم المتحدة وبكل الأجهزة المعنية فيها لممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين للحوثي لبنود الاتفاقات والانسحاب الكامل وعدم إبقاء ميليشياتهم تحت مسميات مختلفة. وربما هذا ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي، أن من سلم الحديدة للحوثيين الآن، يعني تعرفي التعليقات التي وردت، لبس الزنة يعني وخلع الميري وما إلى ذلك. يعني هناك خوف حقيقي من حدوث ذلك، ربما بدأ واضحا من رسالة وزير الخارجية. نعم نعم، يعني لا تزال المخاوف كبيرة والمخاوف واضحة، وما الذي يضمن أنهم حتى لا يختبئون في البيوت بأسلحتهم يمارسون ضغوط على الناس؟ لكن أن تشرف الأمم المتحدة على سحب القوات، أن تتعامل الأمم المتحدة مع الألغام المزروعة، أن يحدث هدنة في الحديدة وتورد يعني موارد الميناء إلى البنك، أعتقد هذه في حد ذاتها تستحق أن نقف قليلا من أجل السلام، ونتنازل قليلا من أجل السلام، ومن أجل عدم تدمير ما تبقى من البقية الباقية في هذه المدينة التي تعاني يعني الويلات. نعم، إذن النقطة الثانية وهي تحفظ وزير الخارجية حول ما ورد في إفادة مبعوث الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، يعني أشار فيه إلى أن الحكومة اليمنية تحفظت على الإطار العام للمشاورات، لأنها كان هناك وضوح أنه لن نتحدث عن مشاورات قادمة إلا بعد أو إطار عام إلا بعد أن تنفذ هذه الاتفاقات، وتم الإشارة إلى ذلك، ولكن لم يتم الحديث أبدا عن أي عراقيل من قبل الحوثيين، سواء بموضوع تعز، بموضوع المطار، بموضوع الملف الاقتصادي بشكل عام. تم يعني رفض كل هذه الملفات ولم يتم الإشارة إليهم. يعني قد دائما الإجابة تقول أن الأمم المتحدة تحاول أن توازن، ألا تغضب طرف حتى تستمر المشاورات، لكن لما يتم الوضوح مع الحكومة والتعامل معها بهذا الشكل ولا يتم ذلك مع الحوثيين؟ هذه من الأشياء التي يعني تنتقد فيها الأمم المتحدة بالتعامل مع يعني بتعاملها كوسيط. ويفترض أن الأمم المتحدة تعلن صراحة من الذي يعرقل السلام، من الذي يعرقل الاتفاقات، من الذي يخترق الهدنات، من؟ لكن لا أدري، يعني هل الأمم المتحدة تتعامل يعني كأن مثلا إذا لديك ولدين، ولد طائع وعاقل ولديك ولد متمرد، لا أدري لماذا دائما يلام الولد العاقل، يقول لأن أنت عاقل فيجب أن، لكن يعني هذا منظار عجيب، أن تتعامل الأمم المتحدة بهذا الأسلوب. دائما يقال أنتم دولة، فيعني اللوم يقع على الدولة وعلى الأشياء المنظم أكبر، ولكن أنت يعني الأمم المتحدة اليوم في وسط في وسط العام، يعني لم يكن شيئا سيئا حتى تلام عليه الحكومة، هي قالت نفذوا في البداية بالفعل، يعني نحن عندما طرحنا أولا ولم نرفض حتى نقاش الإطار العام، يعني الوفد الحكومة تعاطينا مع الإطار العام، رغم أننا في البداية كنا نقول أن هذه الجولة، طرحنا نقاط ست لهذه الجولة، وقلنا دعونا في هذه الجولة نتحدث عن الأشياء التي تخفف من المعاناة التي تطال الإنسان اليمني في أثناء الحرب. نتحدث عن المساعدات الإنسانية، عن فتح مطار صنعاء، عن تسهيل حركة المواطنين، ومن ثم في جولة قادمة نتحدث عن اتفاقات السلام، إذا ما استطعنا أن نعيد بناء الثقة في هذه المسائل الإنسانية. وبالرغم من ذلك فرضت الأمم المتحدة مسألة الإطار، وتعاطينا مع الإطار، لم نرفض عدم التعاطي مع الإطار، كنا مرنين إلى الحد الكبير والمعاناة الناس أمام أعيننا، فقلنا دعونا نتعاطى، ورفعنا للأمم المتحدة للمبعوث ملاحظاتنا حول الإطار، ولكن لأن هذه الملاحظات لم يؤخذ بها على الإطلاق تحفظنا على الإطار.
تنازلنا في موضوع المطار، وكان كان الحوثيين قد تم الضغط، يعني مورست ضغوط عليهم بأن يفتح كمطارا داخليا، وكنا حتى اللحظة الأخيرة نعتقد أن مطار صنعاء من الأشياء التي ستكون مبشرة للناس، فتحه بشكل داخلي ستكون من الأشياء المبشرة للناس. وضغطنا أيضا في موضوع تعز، أنه حتى تحدثنا أن يفتح مدخل واحد في تعز، ولكن نحن تعاملنا مع طرف يبتز يعني في الجانب الإنساني، يبتزك في الجانب الإنساني كي يحقق مكاسب سياسية أو عسكرية. وتفاجأنا بما قاله المبعوث أن الحكومة تحفظت عن الإطار ولم يقل لما يعني كيف تعاملوا مع قضية تعز، وكيف ألغوا مسألة فتح مطار صنعاء في آخر لحظة. فهذا يعني كأن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين، وهذا في من وجهة نظري ما دفع وزير الخارجية إلى أن يرسل هذه الرسالة. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. مساء الخير أستاذ عبد الحفيظ. مساء النور أخت آسيا لك ولضيفتك الكريمة. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. هل وضعتنا في الصورة العامة للوضع في الحديدة، خصوصا الوضع العسكري قبيل تنفيذ أو دخول وقت تنفيذ إطلاق وقف إطلاق النار؟ هدوء حذر في مختلف جبهات مدينة الحديدة، الجبهة الشرقية الشمالية وكذا الجبهة الجنوبية، إضافة إلى الجبهات في اتجاه التحيتة وحيث والدريهمي. هناك هدوء حذر طبعا بعد اشتباكات عنيفة استمرت من الضبية حتى غروب شمس هذا اليوم، حيث قامت الميليشيات بتنفيذ العديد من الهجمات باتجاه مواقع الجيش التي سيطر عليها في شارع 50، شارع 90، في شارع صنعاء وبالقرب من جامعة الحديدة، وأيضا صد هجمات في المناطق التي أيضا فيها في الدريهمي والتحيط التي حررها الجيش منذ 5 أشهر. وبالتالي أيضا الميليشيات بحسب شهود مدينة الحديدة تموضعت عسكريا داخل قلب مدينة. نعم، إذن أستاذ عبد الحفيظ، يعني ماذا عن الوضع الإنساني في الحديدة وحالة المدنيين هناك في ظل هذه أو ربما اشتداد المسألة في اللحظات الأخيرة لوقف إطلاق النار؟ نعم طبعا وضع السكان وضع مؤسف وليس على امتداد السنوات الماضية. تراكمت هذه المآسي، انقطعت الخدمات العامة، الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، النظافة العامة، منعت دخول الإغاثة الإنسانية عبر الميناء، تم نهب ما دخل منها أو خاصة تلك الإغاثة التي دخلت مثل المكتب الغذاء العالمي، وأغلقت الكثير من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، إضافة إلى أعمال القتل والتعذيب والخطف التي لا تزال مستمرة حتى في أثناء البارحة قرابة 12 جريحا نتيجة استخدام المناطق الشمالية والشرقية وفي مديريات التحيتة وحيص والدريمي. كل هذه تضاعف من معاناة السكان. يتطلع سكان محافظة الحديدة إلى أن يكون المجتمع الدولي واقف مع الجانب الإنساني في هذه المحافظة، وأن يزول هذا السبب هو مشيئة الحوثي التي دخلت إلى مدينة الحديدة بقوات عسكرية واحتلت الميناء ونهبت كل شيء له علاقة بالحياة والأحياء. نعم، إذن أستاذ عبد الحفيظ، يعني هل تتوقع أن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار فعليا، الاتفاق الذي تم في السويد؟ لا يوجد حسن رؤية. هناك موقع عسكري للميليشيات في قلب مدينة الحديدة، وضعت المتانس، استحدثت عديد من النقاط العسكرية، عملت إلى إدخال العديد من التي قبلها تحمل واجهات والأجهزة الأمنية، سحبت المسلحين الذين كانوا يلبسون، حولتهم الآن إلى أن يلبسوا والزمتهم بلباس الأمن المركزي والأمن العام في محاولة منها لاستقبال المجتمع الدولي ومحاولة
ومحاولة للعب والالتفاف على لا أقول الاتفاقيات ولكن على ما تم الحديث من ميناء الصليف ورأس عيسى للقوات الحكومية، لكن يبدو أن الميليشيات تلعب في هذه في هذا الأمر أن تطلق في هذا أن الميليشيات تلتزم بوقف إطلاق النار. وهناك سبق دعوات في مؤتمر الكويت ومؤتمر جنيف ولكن الميليشيات لم تلتزم بوقف إطلاق النار حينها. نعم، إذا شكرا جزيلا لك عبد الحفيظ الحطامي، كنت معنا عبر الهاتف ونعتذر لسوء الصوت من المصدر. عودة إليك أستاذة رنا. أستاذة رنا، إذن يعني تقريبا ساعة ونصف إلى أن يتم تنفيذ الاتفاق، ومع ذلك لا الوضع ساكن، وعلى العكس هناك استحداثات عسكرية، هناك متارس، ما الذي يحدث؟ هل يعني نتوقع نكتان بالاتفاق منذ أول ليلة؟ ما يدل الآن يعني الأخبار في الميدان تدل أن الحوثيين في تحشيد، ويبدو أنهم كان مسألة تعنتهم في مسألة تعز بأنهم يريدون وقف إطلاق نار شامل في كل محافظة تعز، أنهم كانوا يريدون أيضا أن يتم سحب لعناصرهم الموجودة والمحاصرة للحديدة أيضا يبدو لتعزيز وضعهم في الحديدة. لكن كما أقول يعني خليك ورا الكذاب زي ما يقولوا لحد باب الدار، يعني كلها ساعات ويتبين الوضع، لكن المؤشرات تقول أنهم يبدو لن ينفذوا أي شيء. نعم، إذا وهذا كان توقعي أيضا من البداية. يعني إذن يعني الجميع ربما يعني يعرف أن الحوثيين لا يلتزمون خصوصا في مسألة الهدن العسكرية. ما الذي تتوقع أن تقوم به الأمم المتحدة حيال أي مخالفات قد تصدر، خاصة أن المخالفة تحدث من هنا ويتم تبادل الاتهامات من جهة أخرى؟ يفترض الآن الأمم المتحدة إذا لم ينفذ الحوثيين أن تعلن هي من الذي يعني لم ينفذ، وأعتقد أنها المواجهات العسكرية ستعود من جديد إذا لم يتم الاتفاق، وبالذات أن كل الاتفاق كما هو محصور يعني هي 21 يوم تقريبا، سنرى يعني هو كل الاتفاق على أساس أنه في 21 يوم سيتم السيطرة على كل الوضع من قبل الأمم المتحدة في الميناء. فقد تعود المواجهات العسكرية مرة أخرى إلى الواجهة للأسف الشديد. نعم، إذن بالتأكيد حصلت ضجة كبيرة بخصوص القوات الدولية القادمة إلى الحديدة وخاصة القائد الهولندي وقواته، ما هي حدود صلاحيات هذه القوات الأممية التي ستصل إلى حدود صلاحيتها؟ كما هو موضوع يعني واضح في الاتفاق أنها هي ستشرف على الوضع في البلد وستشرف على توريد الموارد الى البنك المركزي، ستشرف على وصول المساعدات الإنسانية، ستشرف على مسألة الإيقاف يعني وقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن الواقع سيكون مختلف تماما إذا لم ينفذ الحوثيين هذه الإجراءات. كيف ستتعامل أيضا، كيف سيتعاملوا إذا لم ينفذ الحوثيين؟ أولا كيف سيتعاملوا مع مسألة الألغام التي فتحت؟ لكن دعيهم يعني في الأخير نقول دعينا أيوة دعي الأمم المتحدة أيضا تجرب حظها في ميناء الحديدة لنرى ما اللي سيحدث. نعم، إذا يعني ما حدث ربما يقرأه البعض أستاذة رنا بأن الأمم المتحدة كان كل همها هو الحديدة، وربما نجد أنه الاتفاق الأبرز الذي حدث. نعم، هناك اتفاق تبادل الأسرى وهذا جانب جيد يعني يراه الجميع، ولكن الاهتمام والحديث والعجلة كلها تصب في جانب ميناء الحديدة. هل تجدي أن يعني هناك ما وراء الأكمة كما يقال، يعني هناك أهداف أخرى غير الجانب الإنساني؟ لأنه لو تحدثنا عن الجانب الإنساني فالبلد كلها تضج بمعاناة إنسانية كبيرة. الموانئ يكون لها دائما في أي مشكلة، الموانئ هذه خط أحمر لكل العالم.
يعني هناك من قال أن الأمم المتحدة تريد، يعني سأكون أنا أكثر صراحة منك، الأمم المتحدة تريد تأمين الميناء وستدع اليمنيين يتقاتلون فيما بينهم. نحن في الأخير نتعامل يعني كدولة تتعاملي مع الأمم المتحدة، لابد أن تسير الدبلوماسية، تدعي مجال للدبلوماسية أن تسير مسارها في هذا الاتفاق. لا يمكن للدولة أن تقول مثلا لمساعي سلام أو لمساعي إشراف للأمم المتحدة أو أن ترفضها هكذا بشكل البتة، لأنها في الأخير دولة، في الأخير هي في منظومة دولية كبيرة، التعاطي حسب المصالح فمن الصعب يعني. لكن دعيني أقول أن يعني الحوثيين يبدو أنهم سيخربوا كل الاتفاق، وستكون بعد ذلك الحكومة في حل من أمرها، ونتمنى أن لا يفسد الحوثيين هذا الاتفاق، نتمنى أن تسير الأمور بسلاسة، لأن بالفعل الوضع الإنساني كارثي في الحديدة، فإذا استطعنا أن يعني أو نحقن دماء اليمنيين فهذا سيكون إنجاز. إذا اسمحي لنا أن ينضم معنا أيضا دكتور علي العبسي المحلل السياسي من ألمانيا. مساء الخير دكتور علي. مساء النور، أهلا بك. إذا وقف إطلاق النار يفترض أن يدخل حيز التنفيذ بعد ساعة ونصف تقريبا، ما هي توقعاتك؟ أتوقعت أنه لن يتم الالتزام به، يعني عاجلا أو أجلا سنعود رؤية الصدامات المسلحة. المسألة معقدة سياسيا وعسكريا أيضا. يعني بالمناسبة الاتفاقية كانت تنص على وقف إطلاق نار فوري، يعني كان منذ أسبوع على مفترض من يوم الخميس كان إطلاق النار فوري، لماذا لم يلتزموا به؟ يعني هذا سؤال. والذي لم يلتزم في يوم الخميس لن يلتزم به يوم الثلاثاء. لا توجد أسباب تدفعه للالتزام. المشكلة على أرض الواقع مختلفة تماما عما نراه. هناك تشابك كبير للقوات، هناك تداخل كبير بين القوات. قوات الحكومة الشرعية تحاصر بعض الجيوب الحوثية هنا وهناك. الحوثيون على أرض الواقع لا يلتفتون ولا يستمعون لأي عمل سياسي، هم مقاتلون بطبيعتهم، القتال هو مهنتهم الأولى والأخيرة، وبالتالي نحن سنرى على حسب لن يتمدى الوقف إطلاق النار تعال. نعم، إذا ما هي خيارات المبعوث الأممي برأيك إذا تم النكوص بهذه العهود أو بهذا الاتفاق، خاصة ونحن نجد يعني أنه حتى في إحاطته لم يذكر العراقيل التي أحدثها الحوثيون ولم يتحدث إلا عن جانب الحكومة، هل نتوقع أيضا مواربة لما سيحدث؟ اعتقد ان المبعوث الامم المتحده يهمه النجاح باي ثمن، يعني النجاح بمجرد او الايحاء بالنجاح ليس النجاح بمعناها الشامل. ما نشاهده طبعا ان المساله الان هي مساله من على من نستطيع ان نضغط. المجتمع الدولي يستطيع ان يضغط على الحكومه اليمنيه، لانها حكومه شرعيه، حكومه مؤسسات، نعم ما يعني يحسن الصدق. هناك شخصيات يعني يمكن الحديث معها، هناك ناس دبلوماسيون خبرات دبلوماسيه، لكن مع من سنتحدث مع الحوثيين؟ مع من؟ هم مجموعه من المقاتلين. اذا كنت لم تستطع ان تجبرهم على الالتزام باي شيء بقوه السلاح، وهم يقصفون بالطائرات، وهم يتم طردهم من المدن ومن المناطق، ولم يلتزموا بشيء، كيف ستستطيع الزامهم باي عمل سياسي او بضغط سياسي؟ الامم المتحده لا تملك الضغط على الحوثيين، ولا تملك اليات محدده للضغط على الحوثيين. القرار 2216 اصلا هو ضد الحوثيين، هو فرض عليهم عقوبات. نعم. ومنع عنهم السلاح وفرض عقوبات على بعض الشخصيات موجوده منهم، ماذا ادى؟ كيف ردت الجماعه الحوثيه؟ هذه جماعه لا يمكنها ان تتعامل بالسياسه، هي ليست جماعه سياسيه، هي جماعه عقائديه، جماعه مقاتله تعتمد على السلاح لتحقيق مصالحها وتحقيق سياستها، وبالتالي لا تتوقع منها التزام بالسياسه. إذا الضغط، الطرف الوحيد الذي ممكن أن يضغط عليه تضغط عليه المجتمع الدولي أو تضغط عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي هي الحكومة الشرعية، وسنشاهد ذلك في القريب العاجل كما شاهدناه أثناء المفاوضات. من كان يتعرض للضغوط؟ كانت تتعرض الحكومة الشرعية ووفد الحكومة هم من يتعرض للضغوط، سواء عن طريق المبعوث الأممي، سواء عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة الذي اتصل بالرئيس هادي وضغط عليه، او دعينا نقول اقنعه بالموافقه على الاتفاقيه، السفراء الدول
الكبرى ايضا كلهم كانوا يصبون ضغطهم ومسألة المطالبة بالتوقيع على الوفد الحكومي، الجماعة الحوثية لم يكونوا يتوقعون منها شيء. يعني ما الصعوبة في أن توجه هذه الضغوط أيضا لجماعة الحوثي؟ أليس يعني هو في النهاية من يتشرط على الأمم المتحدة؟ لا تستطيع الأمم المتحدة أن تفرض أيضا شروطها عليه؟ ما هي الآليات؟ ماذا تمتلك الأمم المتحدة ضد الحوثيين؟ أنت عندما يعني تواجه طرفا مقاتلا، طرفا القتال هو عقيدته الرئيسية، القتال هو مهنته. القتال هو مهنة الحوثيين، ليس شيئا طارئا عليهم، هم جماعة مقاتلة منذ البداية، هم ميليشيا منذ البداية، هم ليسوا حركة سياسية ثم تحولت إلى استخدام القوة المسلحة، هم منذ البداية جماعة ميليشيا تستخدم القوة المسلحة، وبالتالي أدواتك في الضغط عليهم محدودة للغاية، أنت لا تستطيع إلا أن تضغط عليهم بالحرب، والأمم المتحدة كما رأينا لا تريد الحرب، تعتبر طبعا هو بالتأكيد الحرب سببت مآسي ومعاناة إنسانية كبيرة. لكن انت في مواجهه جماعه يعني مجرد استاذ علي دكتور علي يعني تصنيفها كجماعه ارهابيه يعني التلويح بقرار 22/16 ايضا يعني انا اعلم ان هذا كله لا يهم الحوثيين كثيرا يعني هم يهمهم التعامل على الارض ولكن في نهايه الامر على الاقل ان يصنفوا امام العالم يعني حتى الان لم يتم تصنيفهم كجماعه انقلابيه ارهابيه يعني هل يعقل ذلك؟ دعينا نرى ما هي وظيفة الحوثيين أو حركة الحوثيين بالنسبة للقوى الكبرى. القوى الكبرى لا تجامل الحوثيين لمجرد أنهم حوثيون أو لمجرد أنهم يعني يمثلوا حركة أو أقلية كما يدعون. الحركة الحوثية تؤدي بالنسبة للاستراتيجيات الغربية وذات الاستراتيجية الأمريكية عملا مهما ووظيفة مهمة. القوى الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تستفرد اليمن تستفرد المملكة العربية السعودية أو الإمارات باليمن. تريد طرفا اخر يوازي او يعادل قوه النفوذ السعودي والنفوذ الاماراتي في اليمن. نعم. لم يجدوا في ذلك ولم يجدوا في الساحه اليمنيه قوه غير القوه الحوثيين التي يستطيع من خلالها فرض وضعيه معينه في اليمن، نوع من احداث نوع من التوازن بين الاطراف حتى يستطيعوا ان يتحكموا. هم لن تقبل الولايات المتحده الامريكيه بان تسيطر المملكه العربيه السعوديه على اليمن، اليمن دوله مهمه للغايه ولديها موقع مهم للغايه، ومهما كان الحفر الاستراتيجي بين الولايات المتحده الامريكيه والسعوديه فانها لن تترك لها ساحه اليمنيه خاليه تماما. لذلك هم يوظفون الحوثيين في استراتيجيتهم لمنع السيطره الكامله للسعوديه وايضا ضد السعوديه، ان تخلق للسعوديه عدوا مثل جماعة عقائدية على حدودها، أنت بذلك تضعها دائما تحت الضغط، تلجئها إليك دائما للبحث عن الحماية أو البحث عن السلاح، وبالتالي مسألة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا تخدم المصلحة الأمريكية. لو دعينا نعترف أن الأمريكيين هم القادرين أو القادرون على تصنيف أي جماعة بأنها إرهابية، لو صنفت الحوثيين اي دوله اخرى وهي بالمناسبه مصنفه لدى السعوديه ولدى دول خليجيه كثيره كانها جماعه ارهابيه لم يؤثر ذلك عليها نهائيا، لكن التاثير الامريكي او التصنيف الامريكي هو المهم، والولايات المتحده الامريكيه لا تريد ان تصنف الجماعه كجماعه ارهابيه لانها ما تزال بحاجه اليها كعصا او كذريعه للتدخل في اليمن وكذريعه لموازنه القوى توازن القوى في اليمن. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. إذن يجد الدكتور علي أنه يعني جماعة الحوثية جماعة منفلتة لا تستطيع الأمم المتحدة الضغط عليها، لذلك كل الضغوط توجه لكم كفريق حكومي وأيضا للرئيس هادي. هل مورست ضغوط حقيقية أثناء المشاورات عليكم؟ كما قلت نحن حتى كفريق كنا متحفظين على أشياء كثيرة فيما يتعلق باتفاق الحديدة. دعيني أقول أنه تمت هناك العديد من المشاورات والاتصالات بالرئيس وبرئيس الوافد، وتمت لقاءات مكثفة في آخر يوم، يعني حتى ساعات متأخرة من حتى نهار اليوم فجر اليوم التالي، من سفراء الدول دائمة العضوية،
بأهمية هذا الاتفاق وبإعطاء وعود للحكومة اليمنية وتفاصيل أكثر ونقاشات أكثر حتى يتم يعني القبول بهذا الاتفاق كما هو. وبالفعل تم القبول. ودعيني أعود إلى نقطة طرحها الأخ أنه لماذا لم يتم إيقاف النار، لأن الاتفاق يقول إيقاف نار فوري. أقول أن هذا الاتفاق لم يوقع عليه طرف، لم يتم التوقيع عليه ولا من الطرف الحكومة ولا من طرف الحوثيين. كان يعني يبدو أن مكتب المبعوث أيضا قلق من أي إضافات إليه من أي، فاعتبروا يعني اعتبر هذا الاتفاق كأنه تفاهم تحت مسؤولية الأمم المتحدة. لذا لم يعني الفقرة التي تقول أنه وقف إطلاق نار فوري بعد التوقيع، إنه لم يتم توقيع، فتم التحديد يوم الثلاثاء هو يعني موعد إيقاف لأنه لم يتم توقيع، كان ربما لن يتوقف إطلاقاً يعني. يعني هو أحياناً هكذا تجرى بعض الاتفاقات، يعني لا يتم التوقيع عليها، إنما يكون كل الحاضرين هم شاهدين على ما هي الورقة الفعلية التي جرى الاتفاق عليها. يعني أعود مرة أخرى وأقول أن الأمم المتحدة تود أن تنجح دبلوماسياً، تود أن يكون لها دور في الدبلوماسي في هذه في اليمن، تود أن لا يقفل باب المشاورات. فبالتالي لابد في كل جولة من جولات المشاورات أن تجعل الباب مفتوح حتى يأتي الحوثيين مرة أخرى. وأتفق مع ما قالوا أن الحوثيين هم يعني ميليشيا منفلتة انقلابية، قد يكون من الصعب الضغط عليها، لكن هذا لا يبرر للأمم المتحدة أن لا تبين على الأقل من الذي يخرق الاتفاقات أو من الذي يعرقل مشاورة السلام. وكما رأينا في فترة سابقة في المبعوث مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، كنا نلومه على يعني على عدم توضيحه للطرف المعرقل من الذي يعرقل الاتفاقيات، من الذي يعرقل مسيرة السلام. في آخر يعني رسالة كتبها يعني المبعوث آخر شيء بيّن وقال أن الحوثيين هم من يعرقلون الاتفاقات. هل مارتن يعني يتخذ نفس الأسلوب السياسة احتياطا؟ يعني في نهاية الأمر حتى بهذا التوضيح لم يتم يعني أي إجراء حيال ذلك، ويعني مرر كما كأنه لم يعطي أي معلومة كم بالفعل. وسنرى يعني الآن أنا يعني في توقعي أن الاتفاق بالذات ما يتعلق باتفاق الحديدة هو يضع الأمم المتحدة أكثر مما يضع الحكومة الشرعية أو الانقلابيين في المحك، هو يضع الأمم المتحدة في المحك اليوم يعني في هذا الاتفاق. هل تتوقعين يعني بوجود هذه القوات الدولية، بوجود إصرار الأمم المتحدة على ملف الحديدة بالذات، أن يتم النجاح ولو يعني في مسألة فرض الأمن، إيقاف إطلاق النار، حماية الميناء؟ أتمنى ذلك، ولكني يعني لدي الكثير من الشكوك أن يحدث. لكن كل أمنياتي أن يتم وقف إطلاق النار في هذه المدينة وأن يستتب الوضع قليلا. إذن تنضم معنا أيضا سمر ناصر، رئيسة منظمة أيد يمن من نيويورك. مساء الخير أستاذة سمر. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذة سمر. يعني لديكم منظمة وهي منظمة أيد يمن وهي عاملة في الحديدة تقريبا، هل حدثتنا عن يعني الوضع الإنساني من خلال ما تقدمه المنظمة هناك؟ طبعا أولا أشكركم على الضيافة. طبعا الحديدة يعتبر من أخطر المحافظات اليمنية من قبل الحرب، وحاليا المحافظة وسكانها في وضع سيء جدا. وتمر الحديدة بمجاعة بقوة للأسف الشديد،
وقلة الخدمات. طبعا كان في تقرير من OPI ونشروا انه اكثر من 1,000,000 مواطن في الحديده بحاجه مواد غذائيه طارئ، وللاسف الكارثه الانسانيه يعتبر اسوء كارثه منذ الحرب العالميه الثانيه للاسف الشديد. نعم، يعني ما هي الأنشطة التي قمتم بها في الحديدة عبر منظمتكم؟ يعني هل استطعتم يعني تجاوز جزء من، يعني أعرف أن العدد كبير الذي تقولين عليه، ولكن ما الذي يمكن تقديمه من خلالكم؟ طبعا نحن تأسسنا بعام 2016 ردا لمعاناة أهلنا في اليمن خلال هذا الكارثة الإنسانية، وإدارتنا في الولايات المتحدة متطوعين، والحمد لله المنظمة مرخصة في الولايات المتحدة، ولدينا رخصة من طرف الحكومة اليمنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي كمنظمة دولية، ونقوم حاليا في توزيع 10,000 سلة غذائية خلال الأيام القادمة، ومنها على مستوى الجمهورية اليمنية ومنها الحديدة وبالذات النازحين وأشد الفقر في المحافظة. أيضا خذينا فكرة الخدمة الأمريكية، الخدمة مجانية، ومنها منها اسعاف خدمه اسعاف مجانيه الحمد لله في الحديده، ورسمنا اكثر من حاويات قيمتها اكثر من 1,500,000 دولار للمستشفيات العامه في الحديده وفي اب وعدن ومناطق اخرى في اليمن. نعم، إذا هل تجدي أن للمنظمات الدولية دور كبير، الإغاثية بالذات دور كبير في هذه المحنة لنقول، أو في هذه المجاعة خاصة في الحديدة؟ والله للأسف الشديد هناك مشكلة، اللي أنا أرى أنه في مشكلة في المنظمات الدولية، منها المنظمات التابعة للأمم المتحدة. للأسف يتم مثلا توزيع سلل غذائية أو توزيع زيت أو يعني موارد مهمة جدا، ويتم ببيعها في السوق السوداء، وشفناها أكثر من مرة للأسف الشديد. طبعا يقومون بواجبهم فيما يخص المشاريع الإنسانية، ولكن نحن كمنظمة يمن ايد نعرف كوننا نحن يمنيين أمريكيين فاهمين الأرض والجهاز في أفضل وأقوب من المنظمات الأجنبية، وبالتالي رحنا الحمد لله نقوم بجهد عظيم مع أبنائنا وأهلنا، بس للأسف الشديد الكارثة يعتبر أسوأ كارثة، فإذا ما كانش في حل سياسي في الأرض الواقع يعتبر شغلنا مؤقت وليس حل دائم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سمر ناصر رئيسة منظمة أيد يمن، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. عودة أخيرة لك أستاذة رنا، وربما حديث عام حول أداء الحكومة أو الوفد الحكومي في السويد، ووجهتم بانتقادات عديدة، غياب الإعلام، الأداء ذاته، يعني أنه تم ممارسة ضغوط عديدة عليكم من قبل التحالف، من قبل الأمم المتحدة، فلم يظهر ذلك الأداء المتوقع من وفد حكومي، ما تعليقك؟ بصراحة أنا أقول أن الوفد الحكومي، وكوني عضوة في هذا الوفد وكنت أعيش اللحظة بلحظة، أعتقد أنه أدينا بكل ما أوتينا من قوة. لا تنسي أننا أولا في الوفد الحكومة أننا من مكونات سياسية، كل شخص من الوفد يعتبر نفسه قائد أو لمكون سياسي معين، ولكن كان هناك تناغم غير عادي، كنا نجري الاجتماعات، لا تخرج أي رأي إلا بمشاورة جماعية للوفد، لم نشعر أن هناك استئثار مثلا من قبل رئيس الوفد أو نائبه بأي تصريح أو بأي اتفاق، أو لم تجرى اتفاقات غائبة عن الوفد. ما يقال أنه مورس ضغوطات، أنا أرى أنه يعني كانت هناك العديد من النقاشات تجرى
للوصول إلى تفاهمات مع السفراء الدول الدائمة العضوية، مع السفير السعودي، السفير الإماراتي، رئيس الجمهورية. نعم، يعني ليس هذه النقطة فقط، اسمح لي. يعني أيضا محمد عبد السلام ربما أشار في أكثر من مرة بأنكم غير جاهزون لا بكشوفاتكم لا بملفاتكم، يعني حاول أن يوضح أكثر من مرة أنهم أتوا الكشوفات. نعم. الكشوفات عندما جاء الوفد، يعني وصلنا إلى ستوكهولم، كانت لدينا كشوفات جاهزة، وعندما عرف الناس يعني كثير، يعني تفاجأنا بكم التي وصلت. كان الناس خائفين، يعني كان هناك كمية كبيرة من الناس لديهم معتقلين ولديهم، وعندما بدأوا الناس يعرفوا أن الحكومة حتى ستبادل بالمدنيين، بدأت تصلنا كميات هائلة من الناس ومعلومات دقيقة، متى تم، أين تم الاعتقال، الاسم كامل، كيف، تفاجأنا بكم الرسائل، فهذا الذي أدى إلى تأخر الحكومة. طيب، وعندما تسألي الناس لماذا لم، يقول لك إنه نحن كنا يعني متكتمين لأن الإعلام وما يجريها الإعلام يجعل أبناءنا يتعرضون للتعذيب بشكل أكبر. نعم، أنا أقول أن الحكومة حتى آخر لحظة كانت هناك تتم إضافة للأسماء، ولا يزال حتى اللحظة الآن لا يزال هناك كشوفات أخرى، وتم الاتفاق مع الصليب الأحمر بأن يظل باب تسليم الكشوفات مفتوح. لأنه بالفعل الناس الآن بدأت يعني تتناقل الأخبار وتثق أن هناك في جدية للتبادل. طبعا أخذها الطرف الآخر بأنه يعني هم غير جاهزين وليست لديهم، هذا ما يتعلق بالإعلام. المبعوث الأممي لم يعد لدي المزيد من الوقت، يعني أعتذر منك أستاذة رنا غانم. أعلم مسألة الإعلام ربما ناقشنا كثيرا أنه لم يتم السمح لهم من قبل الأمم المتحدة، وفوجئتم بالعدد الكبير. نعم، شكرا جزيلا لك رنا غانم، عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، ولن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.